وين؟ بوريك الحين. وين؟ بوريك وايد أماكن، يعني أنت اختار لي الأماكن اللي ببالي، أنت اختار لي. قاعد تتابعينها سنابات؟ يس. والله ما حد ما مو يعني. تذكرون هذه الحركة اللي ما حد مو يعني. تعرف عقيل لي. عرفت لي كل مكان ايش. وين بطلع الفيديو يا جماعة تزولي؟ والله عجيب. والله ما حد ما ياب لنا العيد غير السنابات اللي قاعد تتابعينها كل يوم توريني كل يوم. عقيل صج بعد. زين زين والله صج والله بسفرج فرح. قلت والله اي ادري بس يعني المكان انا يهمني. المكان يهمك انت لو اي مكان مفروض تقولين انت قدام معاك الدنيا حلوه. ادري يعني معاك الدنيا بكلمكم عن الرحاله الاماراتي بسلمان. طبعا هو يسافر حول العالم ويسوي تغطيات سياحيه بسنابه تموت، غير المقاطع اللي تعور القلب اللي بالانستغرام. وايد لقيت مقاطع حلوه الحين بوريكم اياها. يسافر وايد اماكن بالعالم وبالشهر تقريبا يسافر مره او مرتين، بس التغطيات اللي يسويها يعني اذا كنتوا مثلا بتسافروا مكان او بتروحون ديره وما عارفين ايش تسوون او ما تدلوا مثلا وين السوق ما تدرون ايش تسوون، يعني كسياحه وايد راح تستفيدون من سنابه. غير كذي قرر انه بسنه 2018 كل شهر يهدي تذكرتين سفر حق اثنين من متابعينه وبدون شروط، ومو شرط تنشرون حسابه بس انكم تكونون مسوي له فولو بالانستغرام وبالسناب. يعني ما في اسهل من هذه الشروط، ويسوي سحب كل شهر. يعني حالاته انكم مثلا يعني تخيلوا فجاه تكونوا ضايفين شخص وتدشون سحب فجاه توصلكم تذكرتين سفر مجانا. والتذاكر يعني حق اماكن حلوه مثلا دبي، البوسنة، جورجيا، أذربيجان، وايد يعني أماكن حلوة. يختار هدايا الصح. وحاليا هو في جزيرة العشاق سيشل سانتوريني، فحاليا والله يعني ودي له عقيل يوديني هني. ودي قولوا له، كتبوا له بالدايركت انستغرام حق عقيل، قولوا خي يوديني بالي، يا بالي يا المالديف أنا راضي عادي خلوه يختار. والله الأماكن وايد حلوة وايد صدق صدق. يعني سناب وانستغرام الرحالة ابو سلمان وايد راح تستفيدون منه في معلومات سياحية، والجوائز مرة تكون بسنابه ومرة بانستغرامه. فيعني هذا الشخص وايد راح تستانسون على سناب حتى لو بدون جوائز، اشياء تفتح النفس. هالشهر بيسوي سحب على جائزتين. اول جائزة قلت لكم عنها اللي هي تذكرتين سفر حق شخصين اذربيجان، جورجيا، دبي او البوسنة. وفي جائزة ثانية وايد تينن. الجائزة الثانية عبارة عن تذكرتين سفر مع فيلا بمسبح خاص على البحر في جزيرة بالي لمدة 3 ليالي. تخيلوا تفوزون بتذكرة حق بالي. لقطة ختام. شيء جميل جدا لجمال. صباح الخير من قلب الصباح لك الصبح بت إضاءة الشمس. لا هذا الهايلايت. زين ايش فيك؟ اقول شيء عشان تمدحني. تمدح مكياجي، تقول مكياجك حلو اليوم، شاتك صايرة ما شاء الله. واي الإضاءة، الإضاءة نار امبي شي. لا والشمس مو جاي يعني مو طاقه الشمس بوي. قاعد تشوفون ليش اسمه قاعد يعلق ولا يعلي؟ مو قادره اشيل صوره هذاك من بالي. والله عقل كل ما قاعد اشوف شكلك قاعد احس بدون ما تحرك. والله انزل. لا اليوم استشرين شعري غلط. ماروكو صغيره على دوره. لا ماروكو دوره. خلاص دوره اسمها شنو؟ دوره اسمها دورة مو دورة. يعني انت كلت تتفلسفين حتى باسامي البوبايات. اوكي دورة ولا دورة؟ يعني منو صح انا ولا عقيل؟ دورة منو دورة بعد؟ اي اليهال يقولون لها دورة باللغة العربية. دورة اين ذهبت يا دورة مع صديقي الشابي؟ والله كلها دورة. هي صديقة بس تذكر بالحدايق. دورة شنو قاعد ذكر المقدمة. دورة كذابك انت تتابعين دورة. والله أسهل. أنا خريطة.
اسخف بباي وايد شيء سخف بس كنت اشوفه مع بنت. شنو هذا خريطة اللي يطلع انا خريطة شنو والحافظة ليش حافظة المفروض انه اني وايد كنت اشوفه مو بروحي والله يعني انا مو لهالدرجة سخيفة اوكي اشوف باباي ليه اشوف باباي بس يعني مو هذا ما عمري شفتك لا يعني اشوف تيلي تابيز ولا شفتك كيوت لا تسوي نفسك كيوت ما شفتك اشوف باباي تشوفين مو كيوت لا افلام رعب اي اوكي بس احب ايش طفولة انا خريطة زين شنو بعد يقولون بالبوباي اهرب يا ما ادري من يوم ما ايش اسمه لي واحد ثعلب اهرب مو اهرب شيء ما ايش اللي طالهم في ثعلب يلحق ابي انا اعتذر على السخافة يا جماعة باي تابع مو من حلقاته بس لانك كنت لا بدر مع بدر يوسف تابع والله شو تقول كله يحطونه شو تقول الدرة انا خريطة شنو قولي؟ لا قاعد طلع الاغنية بس عب قاعد طلعين الا سمك اغنية الخريطة ما ابي اسمع ما ابي ما احبها هي وجنطتها وتحوس بالحدايق ايش قصدك؟ والله شوفوا دورة ماخذة شخصية دورة اليوم يعني يا ريت ماخذة شخصية ماروكو ماروكو الطف دورة سخيفة ما عندها سالفة حرام عليك واحنا اسخف قاعد نسولف بالموضوع وايد وايد شخصون اليوم دورة يعني أبي الخريطة أبي الخريطة نزي من السيارة أنا شاك إنك كنت تتابعينه ومستحي تقولي لي ترى عادي أقولش دعوة لا أنا أحس إنك كنت تتابعينه ومستحي لأن هذا من أسخف البابايات اللي شفتها وايد هو وايد سخيف بس عادي يعني هي وصديقها الشاذي اللي ما عنده سالفة يحسون بالحديقة وبس والله في أغنية الخريطة يا جماعة قولوا لي أي حلقة ما حد راح يرد عليك مليون و400 ما راح يردون عليك ما حد شايفة أشوفها لا مو هذه الأغنية خلاص لا بس خلاص ما بيعرف ما بي